السلام عليكم اصدقائي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عندنا لاكتيفيتي ديال سيري ستاتيك او الدار ستاتيك. عندنا بريمير اكتيفيتي اللي تنشوفوا هنايا. عندنا اذا لاكتيفيتي الاولى ديالنا شنو كتقول؟ اذا كيقول لي ان كلوب سبورتيف ا ريلفي لي بوينتور دو توت سي مومبر. اذا واحد السونتر سبورتيف خداو كاع الارقام ديال لي شوسور، يعني السبب ديال الناس اللي تيترينيو عندهم اون فيو دو لا فورنيتور دو شوسور دو كورس، باش يعطيوهم السبادري ديال الجرى. اذا لقاو بان كاع الناس عندهم هاد الارقام هادو ديال النماري ديال الصباط اولا ديال السبرديله. دابا حنايا قالوا لنا غوكوبي بوي كومبليتي لو طابلو. هاد الطابلو هذا حنايا غادي نقلوه، ها هو نقلناه ونعاودو نكملوه. عندنا هنا البوانتور يعني الترقيم ديال السبرديله ديال السبادغي، وعندنا ليفيكتيف العدد ديال كل ترقيم. اذا قالوا لنا لو مو ايفيكتيف سينيفي لو نومبر دو بيرسون كي كوريسبون ا شاك بوينتور، يعني ليفيكتيف هو العدد ديال الناس اللي عندهم نفس الترقيمه. صافي، يعني كي لي ليفيكتيف كوريسبون ا لا فالور كاركتير 36. غادي نجيو نحسبوا 36. عندنا واحد عندنا جوج، دونك غادي نقولوا ليفيكتيف كوريسبون ا لا فالور 36 هو دو بيرسون، يعني دو بيرسون اللي عندهم نيميرو 36. غنجي هنا ليفيكتيف وغادي ندير دو. تري بيان، دابا 37 شحال كاين؟ كاين واحد جوج ثلاثة، يعني ثلاثة الناس اللي عندهم النيميرو 37. 38 عندي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة تاع الناس عندهم 38 في رجليهم. 39 عندي واحد جوج ثلاثة، إذا ثلاثة الناس عندهم 39. 40 عندي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة تاع الناس. فوالا، دابا أنا شنو درت؟ عمرت الطابلو ديال ليفيكتيف. قلنا ليفيكتيف هو العدد اللي تتعاود به الكاركتير او لا البيرسون كوريسبون واحد لا بوانتور معين. مزيان، الله يعطيكم الصحه. دابا السؤال الثاني قالوا لي كالكولي ليفيكتيف توتال بين غير السميه ديالو. ايفيكتيف توتال، توتال يعني المجموع الحصيص الاجمالي، حصيص الاجمالي باللغه العربيه هو الحصيص الاجمالي، هذا تيتسمى الحصيص. والحصيص الاجمالي يعني غادي نجمعوهم كاملين، ترمزوا ليه بالحرف ان. اذا شنو تيساوي ليا؟ جوج زائد ثلاثة زائد ستة زائد ثلاثة زائد ستة. اذا شحال تعطيني؟ عندي ثلاثة هي 20. اذا الحصيص الاجمالي او ليفيكتيف توتال هو 20، يعني 20 رقم عندي ديال 20 واحد عندهم ارقام في رجليهم. مزيان، اذا السؤال ثلاثة ديتيرميني لا فالور دو كاركتير كيا لو بلو غران افيكتيف. ما فهمتش، غادي نجي نشوف ليفيكتيف نشوف شكون اللي عنده اعلى قيمه. اذا شكون اللي عنده اعلى قيمه هنا؟ عندي هو 6 و 6. اذا هنا شنو هي لا فالور اللي عندها اعلى قيمه؟ بجوج. اذا لي فالور غادي نكون جوج، لي فالور سون. إذن عندي دو فالور ديال الكاركتير اللي هو 38 و 40، اللي هما 38 اي 40. هادو بجوج عندهم اعلى قيمه ديال ليفيكتيف اللي هي 6. إذن السؤال 4 مطلوب مني انني نقلب. قالوا لي كالكولي لا فراكسيون دي نومبر دو سو كلوب ايون دي بوينتور انفيريور او ايغال. بوانتور مالهم؟ بوانتور انفيريور او ايغال ا 18 بارابور ليفيكتيف توتال. اذا بالمقارنه مع ليفيكتيف توتال، حنا شحال عندنا في ليفيكتيف توتال؟ عندنا في ليفيكتيف توتال 20. اذا باش نشوفوا انفيريور شكون اللي قل من 38؟ اذا هاد السيري كامله خاصنا نديروا لها الرابور ديالها، يعني خاصنا نديروا لها لا فراكسيون. بحال هاش،
اذا هنايا غادي نجمعوا ليفيكتيف ديال العدد ديالهم حيت هما قالوا لينا لو نومبر دو كلوب لي فراكسيون ديال لو نومبر دو كلوب. اذا اش غادي نقولوا؟ غادي نديروا هو 2 زائد 3 زائد 6 وكلشي قالوا لينا بارابور على ليفيكتيف توتال اللي لقيناه هو 20. اذا تساوي عندي هنايا 8 9 10 هي 11 على 20. هذه هي لا فراكسيون اللي تنقلب عليها صافي. اذا هذا هو داك العدد الكسري اللي تيمثل ليا الناس اللي عندهم النماري اقل او يساوي 38. طيب اذا بالاكزيرسيس نيميرو 5 قلنا لا لهنا بور لا بوينتور 36 اون لا فراكسيون 2 سور 20. كيفاش 2 سور 20؟ اذا قالوا لينا بان في النمره 36 عندنا لا فراكسيون ديالها كتمثل هي 2 على 20. هي 2 ديال ليفيكتيف على ليفيكتيف توتال اللي هو 20 واللي كتساوي لينا 10 على 100. اذا ضربنا هنا في 5 عطاتنا 10 وضربنا هنا في 5 عطاتنا 100. دونك اون دي كو لا فريكونس دو لا بوينتور هو 1 على 10 او 0.1 ولا 10 في المئة. اذا بالنسبه للاخرين شنو غادي يكون؟ الا جينا لهنا غادي يكون هو 3 على 20 في نضربوها في المئة صافي باش نتحصلوا. اذا غادي تعطينا شحال تقريبا؟ هي 300 على 20 تعطينا 15%. اذا هذا بالنسبه للنماري ديال 27 البوانتيغ 37. قدو نكتبوها هنا الا بغيتو تكتبو مثلا هنا دي بي بوانتيغ 37 هنا البوانتيغ 38. شنو غيكون عندي؟ غادي يكون عندي هو العدد ديالها الافيكتيف اللي هو 6 على الافيكتيف الاجمالي اللي هو 20 وغادي نضربو حتى هو العدد 100. هي 600 على 20 غتعطينا 30. اذا هي 30%. مزيان فوالا. دابا بالنسبه للبوانتور 39 غنجي نكتبها لكم هنا. اذا بوانتور 39 حتى هي غيكون عندنا الافيكتيف ديالها اللي هو 3 مقسوم على 20 ومضروب في العدد 100 ورحنا ديجا حسبنا لقينا 15%. اذا بقات لنا اخر بوانتور اللي هي ديال 40. اذا بوانتور ديال 40 النسبه اولا لا فريكونس ديالها غادي يعطينا هو 6 على 20 مضروب في 100. اذا شحال كتعطيني؟ حتى هي تعطيني 30%. ماشي. ولا جمعنا هادو النسبات المئويين كاملين غنتحصلوا على 100 100%. مزيان. على 30 و 30 هي 60. 60 نزيدوا عليها 30 هي هادي هي 60 30 شحال غتولي؟ 90 90 وغنزيدوا عليها هذيك 10 اللي عندنا هنايا هي 100. بالنسبه للتلاميذ اللي باقي ما تيعرفوش سكويلا برو هي شين ايدوكاتيف بروفيسيونيل متخصصه في الشرح ديال الدروس. الا كنتي اول مره غتشاهد القناه سكويلا طوب ما تبخلش علينا بالاشتراك ديالك. الا كنتي تتقلب على شي فيديو ديالك يمكن لك تبحث ليه انطلاقا من لا ريشيرش. غتقلب مثلا انت تتقلب على الدرس ستاتيستيك كدير ستاتيستيك كتكتب ستاتيستيك وغتبرك على اونتري وغادي يطلعوا لك ستاتيستيك غيطلعوا لك الشرح اولا تمارين مشروحه ديال ستاتيستيك كاملين. يعني اي فيديو متعلق بالستاتيستيك غيطلع لك. بالنسبه لاكتيفيتي نيميرو 2 لو طابلو سي دو سي ريبريزونت لي نوت سور 20 اوبتوني بار لي دو زيليف دو كونترول ماتيماتيك. عندنا احمد وويداد وهادو النقاط ديالهم ديال الرياضيات وهاد النقاط على 20 يعني 10 على 20 14 على 20 صافي. اذا جاو هنا يعطونا واحد الدياغرام وعطاونا هنا نوط ديال لو ديفوار وعطانا هنايا لو نوط ديال سور 20. قالوا لينا هنا غوكوبي اي كومبليتي لو غرافيك سويفون ريبريزونتي لي دوني دو طابلو سو دو سو بور شاك اليف. هاد الطابلو هاد لي دوني هنا غادي نديروهم هنايا بور شاك اليف. دابا الا جينا بروميير في الاول شحال لقينا؟ عند احمد 10 وعند وداد 15. ملي جينا هنا درنا احمد 10 اذا الوداد غنبدلو ليها اللون وغنطلعو ليها حتى ل 15. يعني هاد الخط هذا غادي نزيدو به
حتى لو كان يعني حتى لهنا احمد بالزرق حتى لو كان اذا هنا كانس صافي جوج عندنا وداد 12 اذا جوج وداد قلنا بالاحمر عندها 12 اذا وداد غتجي بحال هكا النقطه ديالها حتى لهنا اذا 12 وداد وحمد عنده 14 اذا حمد عنده 14 غادي يفوتها يعني غادي يجي من 14 هنا وغادي يجي حمد بحال هكا مزيان وانت غادي تترسم في داكشي كامل اذا غادي نجي نرسم غير ديال الوداد اللي عندها 17 مثلا 3 3 عندها 17 تقريبا وحمد غادي تكون عنده 11 اذا غادي يجي هنايا في الثالث 11 يلا عاد جابنا فوالا حمد هنايا عاوتاني الاخرى عندها 15 وحمد عنده 10 عندنا 15 في الرابع يعني غيطلع هذا الميبيان حتى ل 15 حتى لهنا وحمد عنده 10 يعني غيجي هنا فوالا وانتم غادي البنت عندها 9 وحمد عنده 12 المهم كملوا نتوما الجدول هكا غادي ديروه وغادي تصاوبوا اذا السؤال الثاني قالوا لي كيلي لا ميور نوت دو احمد شنو هي احسن نقطه تياخذ احمد غادي نجيو عند احمد هنا وغادي نشوف شنو هي احسن نقطه اذا احسن نقطه هي 15 دونك غنديروا هنا لا ميور نوت La meilleure note obtenue par Ahmed Gna est 15. Merci. Donc, quelle est la mauvaise note de Widet? Widet, je n'ai pas de note. Et je n'ai pas de note. Et je n'ai pas de note. دونك غادي نجيو نكتبو لا موفيز نوت لا موفيز نوت دو وي ذات اي نف اذا هي اقبح نقطة جابتها إذا لا كيسيون ديالي قالوا لي مونتخي كو لا مواتي أو لا لو نوت مويان دو أحمد هي 12 على بغينا نشوفو المويان ديال أحمد يعني النقطة اللي قد يجيب أحمد ما يهبطش عليها إلا بغينا نحسبوها دونك تنديرو لا مويان إم تتساوي خاصني نجمع كاع النقاط اللي عندو اللي هو 10 بلوس 14 بلوس 11 بلوس 15 بلوس 12 بلوس 10 وهما كاملين غنقسمهم على العدد ديالهم اللي هما 1 2 3 4 5 6 مزيان اذا انت تساوي 10 20 30 40 50 60 60 70 72 هي 72 غادي نقسموها على 6 شحال كتعطيني غادي نجيبو كالكولاتريس 72 على 6 غنديرو 72 غادي نقسموها على العدد 6 تعطيني 12 فوالا وتنقول لا مويان يعني النقطة لا مويان هي 12 الو غادي نستنتجو أولا دونك غادي نقولو بأن 12 على 20 هي لا مويان ديال ميسيو أحمد مزيان وهي اللي عطاونا باش نبينوها صافي هي اللي عطاونا هنا باش نبينوها دابا المطلوب مني انني نحسب لا موين ديال الوداد ولكن اغوندي او ديزان ديزان هو العشرات يعني غندير صفر فاصله صفر واحد يعني ديزان غنقلب على باجزاء ديال العشرات ولا موين الا بغينا نحسبو قلنا لا موين قلنا تنجمعو النقاط ديالها كاملين وتنقسمهم على العدد ديالهم يعني 15
نزيدو عليها 12، نزيدو عليها 17، نزيدو عليها 10، 9، ونزيدو عليها 13، وقلنا غادي نقسموهم على 6 اللي هو العدد ديال لي نوط. إذا تساوي 10 20 30 40 50، 60 70 75. هي عندها 75، غادي نقسموها على 6. غنعاودو نحسبوهم المجموع كامل، فوالا غادي نجيو نحسبوهم. الأول عندها 15، زيد عليها 12، زيد عليها 17، زيد عليها 10، زيد عليها 9، وزيد عليها 13. إذا كتساوي 76 ماشي 75. غادي نقسموها على 6، كتساوي لينا نبريك هكا شحال هي 12.6. مزيان. إذا هنا قلنا 76 وتعطينا هي 12.6، قولوا 12.60. إذا لا موين ديالها أو ديزين هو 12.60 على 20. إذا هذا هو لا موين ديالها. إذا حتى لهنايا تتسالى الحصة ديالنا. تنضرب لكم موعد في حصة أخرى إن شاء الله. ما تنساش أنك تبارطاج فيديو مع الأصدقاء ديالك. خليتك على خير. كان معاك البروف هشام من قناة سكويلا توب. تهلا ليا فراسك.